وللحديث عن تنامي نفوذ الميليشيات في العراق والذي بات مقلقا للداخل والخارج، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام الطائي. حياكم الله دكتور عبد السلام. حياكم الله. أهلا بك دكتور عبد السلام. في ظل المواجهات الدائرة في منطقة البعيثة والمتوقع توسع نطاقها في الأيام القادمة، رشح إلى الواجهة من جديد خطورة وجود الميليشيات وسلاحها المنفلت. لماذا تتغاضى الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة رغم الوعود الكثيرة التي تطلقها؟ نعم، هو في الحقيقة تكمن أهمية منطقة البعيثة أمنيا وعسكريا التي يدور فيها الصراع اليوم، كون هذه المنطقة تشكل خط تماس مع مستعمرة جرف الصخر المحتلة. لذلك تحولت هذه المنطقة إلى وكر للعصابات المسلحة، لأنها تطل على نهر دجلة وتقع على ضفافها القصور الرئاسية للحكم الوطني، وهي تمتد أيضا من معسكر الرشيد إلى مناطق اليوسفية والصويرة بمساحات كبيرة وبيئة معقدة تصلح لحرب العصابات شبيهة بطابوغرافية جرف الصخر. ولذلك تنشط كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وسرايا عاشوراء، حيث تحتل فيها عدة مواقع وبساتين زراعية لأنها منطقة زراعية، وحولتها إلى مناطق لتخزين الأسلحة ولتصنيعها ولغرض التخطيط لعمليات عسكرية مستقبلا. وبهذه المنطقة نتذكر تم اعتقال ما عرف حينها بخلية الكاتيوشا التابعة لكتائب حزب الله، فيخطط لهذه المنطقة أيضا أن تكون مستعمرة إيرانية ثانية بعد جرف الصخر. نيو لاينز انستيتيوت الأمريكي، وهو كما تعلم مركز الأبحاث المتخصص بالدراسات الاستراتيجية، أكد في تقرير له أن ميليشيا الحشد أصبحت تمثل ثالث أكبر قوة في العراق. السؤال هنا، ما الهدف من إيصال الميليشيات لهذه القوة في دولة تدعي أنها تؤسس لدولة قانون؟ نعم، واستكمالا للسؤال الأول وسأعود إلى سؤال حضرتك الثاني بشأن تغاضي الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة، الحقيقة سببه أن الميليشيات تأتمر بأمر ولائي وليس بأمر رئاسي لرئيس الوزراء، فهي تأتمر بأوامر الولي الفقيه، حالها حال دولة الولاية لداعش التي تأتمر بأمر الخليفة، وهما اسمان مختلفان لهدف واحد، لديهما الفتوى تفوق سلطة القانون، وبموجب تلك الفتاوى تأسست ميليشيات الحشد. وأن الدولة في عصر الغيبة كل ما تمتلكه يعد أمرا مغتصبا، وكل من يستولي عليه من قبل الآخرين لا يعد فسادا. وعلى هذا المنوال أجازت نظرية المباني الفقهية حق تخويل فقيه الحزب السياسي أو الميليشيات المسلحة تفويضا شرعيا مفتوحا للتصرف بأموال الدولة، مثل أخذ الكوميشنات والاستيلاء على أموال النفط والعقارات وغيرها. وبموجب ذلك اعتبر العراق غنيمة حرب في فقه الغازي الأمريكي. وللعلم سلاح الفتاوى اليوم يعد من حروب الجيل الخامس، الفايف جنريشن وور. أما بالنسبة لسؤالكم حول الهدف، قبل سؤالي يعني هنا، إذن لماذا الدولة تطلق هذه الوعود؟ هذه مجرد دراما إعلامية لا أكثر الحقيقة ولا أقل، وهي لا تختلف عن مفهومة مبدأ التقية. الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على مبدأ ما نطلق عليه بسياسة الراية الخداعة لأمريكا، وهي لا تختلف عن التقية الإيرانية، ظاهرهما غير ما في باطنهما. أما بخصوص الحقيقة سؤالكم الثاني، الهدف حول ما نشرته المجلة الأمريكية، الهدف هو من أن يصبح خامنئي ولي دولة الفاتيكان الشيعية المرتقبة. مرجعية النجف اليوم دولة طائفية كاملة الأركان الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وتتمتع باستقلالية عن كل ما يتعلق بالدولة، وهي تشبه أو أشبهها بفاتيكان الشيعة الولائيون وليس الشيعة الوطنيون، بحكم ما تمتلكه من سطوة سياسية ومالية واقتصادية.
المرجعية الآن تمتلك موارد مالية ومشاريع تجارية وأضرحة تفوق ميزانية الدولة، وتدير العديد من المشاريع الاستثمارية، فنادق، عقارات، مستشفيات، جامعات، مصانع، مثل كما هو الحال في جبل الصخر، بالإضافة إلى إدارتها طيب. والحمل على أموال مطار كربلاء والنجف. عفوا دكتور عبد السلام، يعني سريعا، ما هي آثار هذا النفوذ المتنامي عسكريا واقتصاديا للميليشيات على التركيبة السياسية والاجتماعية العراقية؟ الهيمنة على الدولة، تحول الدولة من دولة، يعني رغم كونها دولة طائفية، تحولها إلى دولة أو إلى سلطة تابعة بالكامل إلى دولة ولي الفقيه، من أجل أن يكون ولي الفقيه الإيراني هو المخطط له مستقبلا أن يكون هو الرئيس أو ولي دولة الفاتيكان الشيعية المرتقبة، لأنه دولة متكاملة الأركان، يفوق قدرات الفاتيكان الشيعي، يتفوق قدرات الفاتيكان المسيحي. شكرا. ولذلك هذا هو الهدف الأكبر، هو خارج الحدود، تكوين الدولة الشيعية، دولة الفاتيكان الشيعية. شكرا. نعم. جزيلا لك، كنت ضيفي من لندن عبر الهاتف، الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام الطائي، شكرا جزيلا لك.